تبعتها انك لا تغلب الميعاد وياك. الحين تشوف سبحان الله اللي كان قبيل حلال بالحين حرام. لا اله الا الله سبحان الله. هم مو بحرام محرم في الوقت الحالي. عد المعلومة عد المعلومة أقول سبحان الله اللي ذا حلال سبحان الله اللي قبل شوي اللي قبل شوي ذا حلال وذحين حرام. لا إله إلا الله اللي هو العيش اللي قدام العيش ذا الفستق ما قسم إحنا ناكله طال عمرك ونشرب من ذا الشاهي لكن إن شاء الله بعد المغرب. لا إله إلا الله ما تسوي نفس الأيام اللي راحت. استغفر يا أخو يالله المزول الأصفر ويشوف المزول الأصفر عرفته هي حلال البقرة. لا البقرة ثانية هذه طال عمركم نسويها كذا هم نحطها على الشمس صاد يا الحمراء في الحمراء تدعي هي الدنيا يا أخي حياء 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 الحياة بتفارق هذا الحين لا لو ما تكف يدك أبشر الواحد يستغفر يطلب الله حتى زعل خلاص. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يا حي قيوم تبلغنا شهر رمضان كامل يا حي قيوم. اللهم يا الله يا ربي ما عاد بقى لها 15 يوم ايام قليله راح شهر ادفع الحج زهر 14 يوم مهلا يا رمضان دخل مهلا يا رمضان ابو سعيد ايه عز الله مهلا اي والله مهلا مثل ابو سعيد عنده حج ايه يوم يغني مهلا مهلا يا رمضان ما هو بيقول مهلا ها هلا يقول مهلا بس قبل يجي ما يبي يجي والله لا انت زين يا اخو يوم تفكر تفكر فيها تصدق 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 اني فقدت ايام رمضان الاولى وش كنت تسوي في رمضان يا ولد دعلا رمضان شيء فقدته الحين شيء اشياء ما ابو شيء اشياء مثل تدري احنا نشد في رمضان نشد بلبل في رمضان اعوذ بالله ولا جاء العصر تشوف قربعتنا انا اخوي غالب في المطبخ اللي يسوي القيمه واللي يسوي شورب واللي يسوي مكروني واللي يسوي مقلقل والله ما هم الراس اللي شغل عدل وتفنن في الفنتو الفنتو نحط سفنب بدل الماء سفنب اشكم ذا التفنان ما يا اخوي تسويه لنا مات الشغف ما اشمت هناك يا ولد كل شيء كل شيء تشتغل صح كل شيء ثقة فيك أنت كل شيء عليك على يديك أنت تروح طال عمرك تبقط وتزين وتهندس يا الله ذا سوي القيمي وذا سوي والقيميات طال عمرك أتحداك تجي دايرية واحدة كذا واحدة كانها راسي واحدة كانها ذن علي اللبدان واحدة كانها كراع واحدة كانها رجل فضائي يلا بس إنها والله ما في ألد منها تدهنها بعسل شيره شيره الشيره حتى كنت انا اسويها كيف الشيره تطبخ سكر ايوه في قدره طال عمرك تحط سكر شوي ما وتخليها تطبخ هذه الشيره الشيره خطير اوف علي في قيل ومقلقل يا الله مقلقل وحميس كيف تذوق الملح عشان ما تزرط ايه وانا قد صرت بس عشان ويدعوا صرت في صرت والفنتو زين في سفنب سفنب ونعناع وليمون والله والله العظيم شيء جربوها تكتكة اي قسم بيت الله انك تضبطها صح السفن طال عمرك مع والشوربه تعرف زينها الشوربه كيف زينها مكروني يعرف شوربه شوربه كانك تغلي لك ما طال عمرك ايوه كانك كبدايه كانك تسوي مرق كانك تسوي لك مرقه ها. وبعدين لاقت بتنجح كب الشوربه ها تخليها تطبخ ها قليتين ثلاث قليات اربع قليات خمس قليات تقليت ولا تسلق قصدي تغلي تغلي ايه. ثلاث مرات ها مطف عقب وشربا هنيئا لا على كيفك ها في بطاطس تحطها في خلاط عشان يروب وتصب عليه هي انواع اشكال انواع والله فيها شوربه الفطر تعرف شوربه الفطر الذره كيف كيف زيانها صعبه صعبة صعبة كيف؟ صعبة خلاص يما خلاص خلاص أبشر 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 يلا يلا أبشر أسقط عليه طاقتي حق خيوط اللهم صل وسلم على نبينا محمد صرعي وينه؟ إيه؟
يقول الخيل ما تبرك ها والله من يعرض.